لانا داهر اسم جديد للتفوق اللبناني بالخارج، هالمخرجة اللبنانية اللي صارت موجودة معنا اليوم بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك لانا. حضرتك حصلتي على أهم جائزة من أهم الجوائز الألمانية للأفلام عن فيلمك الوثائقي Do You Love Me. خبرينا عنه لهيدا الفيلم وشو هي الجائزة اللي حصلت عليها. الجائزة هي الفيلم برايز تبعت روبرت بوش شتيفتنج. هي Arab German co-production. احنا لازم كل المخرجين يكونوا عرب والمنتجين يكونوا ألمان. وبيسكلي هي منا بس جائزة، هي كمان training program. يعني بالأول اضطرينا نعمل كذا جزء تنوصل على الفاينل يعني كان كأنه تمرين لا تقدر توصل للنهاية. كأنه تمرين، وعملوا شورت ليست لعشر مشاريع، وبالبرلينالي تالنتس الشهر الماضي نقوا ثلاثة بروجكتس. الوثائق بيركز على الحرب الأهلية، على الموسيقى بهذاك الوقت، على وضع جيلك وهو جيل الحرب. ليه اخترت هذا الموضوع بالذات لعنا؟ فهو المشروع بلش إذا بدك بفكرة عائلة البندلي وريمي بندلي. وبتذكر أنا بس كنت صغيرة، يعني نقلنا على لبنان كان بالواحدة وتسعين، كان عمري 7 سنين، وما كتير يعني ما كان في شيء ولد بهالعمر يعمله بيروت وقتها. فريمي كانت مثل مهرب، مثل اسكيب، يعني شوفها على التي في واحلم. فبلش بتعطي امل وبتعطي فرح. مزبوط. وبلش المشروع بهذا المحل، يعني والانسان بيتماهى فيها. اي كثير، وكثير موجوده هي يعني بذكر كل الناس وكل العرب، مش صحيح بس بالمخيلة وال. خلينا نتابع بعض المشاهد من فيلم Do You Love Me معك لانا ومنرجع. تحية أكيد لعائلة بندلي اللي بتضم عدد من الموسيقيين اللبنانيين يلي عشنا معهم طفولتنا وبعدنا لهلأ. أكيد الجائزة اللي ربحتيها مادية؟ مادية هي رح تساعدك حتى تنجز الفيلم. مزبوط، هي بركي يعني ربع القيمة اللي، ولكن هي بتساعدك وتحفزك حتى أنك تنبلش تنفذي هالفيلم الوثائقي. إن شاء الله نستقبلك المرة المقبلة لحتى نحكي عن الفيلم الوثائقي اللي بنرجع مذكر أنه حصلتي من خلاله على أهم الجوائز الألمانية للأفلام. لانا داهر أهلا وسهلا فيك، وبنلتقي إن الله راد من بعد إنجاز الفيلم.